كذلك تلك الفتاة التي ذكرتها وهي أيضا بالمناسبة من هذه الولاية، من هذه الولاية المباركة، تلك الفتاة التي ذكرت عنها أنها ذكرت أنها بشرت بالجنة قبل وفاتها بعدة أيام، وقالت أنها ستموت قبل شهر رمضان. الله أكبر، ما هي البشرى؟ من الذي أخبرها بأنها ستموت قبل شهر رمضان؟ حتى الناس ظنوا بأن بها إيش؟ خبل. قالوا هذه خبلان، ما لها تقول كذاك؟ ما مضى شهر رمضان إلا قبل أن ينتهي شهر رمضان، ماتت في العشر الأواخر من شهر رمضان. وظهرت كثير من الأمور التي تبشر الناس وأهلهم وحبيها فيها بأنها بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ وهي كانت عندما تصلي كأن جذع نخلة لا تتحرك، خاشعة. حتى النساء يقولن يا أخي يا فلانة ما تراويح هذه، وهي لا ما تحس، حتى أنهم يكلموها. اليوم نحن نصلي، إذا ناس تكلموا آخر مسجد نحن مندمجين بها، هذه مشكلة. كما ذكر أحد المشايخ يقول يعني أعظم سرقة ستتعرض لها ليست سرقة المال ولا سرقة سيارتك، أعظم سرقة تتعرض لها، وانتبه أن لا تسرق، أن يسرق خشوعك في الصلاة، هذه أعظم سرقة تتعرض لها.